احنا لا ننسى او نتغاضى عن انه اصلا التوجهات العامه في العراق هي توجهات للاسف الشديد يعني سوداويه مغرضه، نعم ولهذا هي ما بها نيه صافيه او صالحه. او مثلا سؤالكم اللي كان هو ما الذي يحتاجه العراق؟ العراق يحتاج حل بسيط جدا، ونحن نعم نسمع مئات التحليلات للمشاكل ونحن بحاجه الى الحلول حقيقه. حل نعم العراق بسيط، وضع الشخص المناسب في المكان المناسب. 18 سنة ما خلينا شخص مناسب طبعا في لانه احنا تابعين الى مكان محاصصه، مناسب. احنا اليوم نلقى قاضي في مكان عمره 28 سنه، ونلقى الاشخاص اللي يشتغلون جواه ناس بال60 سنه، ليش؟ لان هذا اجى بجهه واجى بمحاصصه. نعم ونلقى على مستوى الوزراء انسان ما داوم بالوزاره ولا يوم، ونلقى صحيح واحد قضى عمره بالوزاره وهو ما تربى على وزارتها او صحيح يكون وكيلها. هذا واضح المعالم، اذا هذا ما اجى عن طريق خبره تراكميه نعم ومو يعني معاشره الموظفين ومتابعه المشاكل، اكيد هذا يكون عنده كرسي الوزاره تحصيل حاصل، نعم وحلول مشاكله ايضا هي كتحصيل حاصل، اضافه الى التوجهات. يعني اليوم انا من اخذ عده وزارات لجهه معينه وعده وزارات لجهه معينه، تكون هناك تقاطع على الارض. التقاطعات التي على الأرض تنعكس على معيشة المواطن، وبالنتيجة يبقى الوضع على ما هو نعم عليه، أو احنا نسميه بطناش، يمكن هاي كلمة عراقية. البطناش يقوم بثلاث مضار نعم اللي هو